صباح الخيرات عن جديد لكل اللي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم. بيعاني بعض الأشخاص من آلام عديدة ومزعجة نتيجة إصابتهم بأمراض طويلة الأمد يلي أحياناً بتحدث بشكل نادر وبتسبب اضطرابات مناعية وضعف بالهيكلية الخاصة بالفرد. تماماً. وبعض الأحيان بيكون المرض صامت ما له أعراض. صحيح. يعني ما بيحس الواحد على حاله إلا فجأة صار في وجع أو صار في عدم قدرة على أداء المهام اليومية بكفاءة وفاعلية. من ضمن هالأمراض الوهن العضلي. شو يعني وهن عضلي؟ شو أبرز أنواعه، أسبابه، آلية علاجه وتدبيره، وفي شيء بيساعد على التخفيف من آلامه إذا كان مترافق بآلام؟ ضيفنا الدكتور أنس الميداني اختصاصي بالأمراض العصبية صار موجود معنا ليجاوبنا عن كل أسئلتنا. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. الوهن العضلي يمكن كتار من الأشخاص اللي عم يشوفونا ما عندهم معلومات طبية وعلمية عن هذا المرض، خلينا نعرفه علميا بعد إذنك، وشو هي أبرز أنواعه؟ صباح الخير أول شيء. هلأ أول شيء إن شاء الله ما حدا بينصاب بهالمرض بإذن الله. الوهن العضلي، نحن بنقول الوهن العضلي الوخيم مثل ما بنسمى. هلا الوخيم لما تقوله للمريض انت عندك وهن عضلي وخيم بيرتعب انه شو هذا الوخيم، بتموته يعني. تماما. يعني هلا هالوخيم هو ورم، هو عنده شيء؟ لا طبعا. وخيم سابقا كان يسموه وخيم لانه كان ما يتشخص، يعني يصير عند المريض اعراض تعب، ضعف، وهن عام، صعوبه بالمشي، بالحركه، ونبلش بالعلاج وما نلاقي علاج واضح لحتى بعد تطور العلم، لحتى عرفنا شو آلية المرض لحتى تشخصها. أول شيء الوهن العضلي الوخيم شو هو؟ هو من الأمراض العصبية، ما له أمراض من أمراض القلب أو أمراض الصدر، هو أمراض عصبية مناعية، يعني هو اضطراب بالجملة المناعية. لما قالوا المريض هو مرض مناعي طبعا بيخاف أنه أنا ما عندي مناعة بدي أدوية تقوي مناعتي، لا طبعا، هو اضطراب مناعة، يعني هو خلل بوظيفة المناعة، يعني عندي مناعة كافية جيدة ولكن صار فيها خربطة، صار فيها خطأ بحيث أنه صارت تهاجم نفسه. هي أول شغلة. الشغلة الثانية بيهاجم بشكل أساسي الأعصاب. نحن بنعرف درسنا أنه شو هي المشكلة هون، شو بدها تكون المشكلة. نعرف الجملة العصبية هي عبارة عن دماغ، نخاع، شوكي، بعدين تمتد للأعصاب، بعدين عضلات. تمام. كأمراض نحن بنعرف أمراض إما عصبية أو عضلية. تمام. بتقدم العلم وجدوا انه في منطقه بين الوصل بين الاعصاب والعضلات، الملتقى العصبي العضلي، هذا اللي بنسميه نحن الوصل العصبي العضلي. هذا لحاله عم يصير فيه امراض بنسميها اي امراض الوصل العصبي العضلي، يعني بين الاعصاب والعضلات، لانه بصير في هون امراض نوعيه، حتى صار في قسم كامل بهالامراض وامراض متعدده بهالمنطقه. على رأسهم بيجي الوهن العضلي الوخيم اللي هو بيصيب هالمنطقة. طيب هلأ إذا بدنا نحكي شوي عن الوهن العضلي الوخيم، شو آلية أمراضه وليش عم يصير؟ تمام. نحن قلنا هو مرض مناعي وبالتالي بيصير في عندي اضطراب. من وين عم تجي هالمناعة؟ المتهم الأكبر بعد الدراسات وجدوا هو عم تجي من غدة التايموس، أو بنسميه نحن بالعربية الغدة الزعترية. هلأ هي الغدة الزعترية هي عم تفرز أضداد تائية من اسمها تي سيلز، عم تنفرز أضداد الاي جي جي والاي جي ام، عم تهاجم مستقبلات الاستيل كولين. شو هي مستقبلات الاستيل كولين؟ نحن بنهاية الأعصاب لحتى تبلش العضلة بالعمل، سواء أنا بدي أجيب غرض أو أقوم من مكاني أو حرك أو كذا، بدي عضلات تستجيب لاستجابة العصب. شلون بده يصير هذا النقل العصبي؟ عن طريق النواقل العصبية بنسميها نحن الاستيل كولين، معروفة هي الاستيل كولين، تتحرر من المشبك، تتحرر من المشبك للمستقبلات لحتى تعمل شيء اسمه زوال أو زوال استقطاب، ديبولاريزيشن. طيب هلأ هون شو المشكلة عم تصير؟ عم تخرج هالأضداد، عم تقعد مكان هالمستقبلات تبع الاستيل كولين، وبالتالي استيل كولين ما لقى مكان يقعد عليه لحتى تعمل وظيفة العضلة، حتى تشتغل العضلة، فعم يصير عندي هالأعراض. وخاصة هي عم تصيب العضلات، أنو عضلات يعني هلأ بتصيب العضلات القلبية أو العضلات، لا نحن بنسميها العضلات المخططة. نحن بنعرف عنا نوعين من أنواع العضلات، العضلات الملساء والعضلات المخططة. فالعضلات المخططة هي بشكل أساسي اللي بتنصاب، والحمد لله يعني ما بتنصاب العضلات، كانت تأثر القلب، كانت تأثرت الأمعاء، كانت لا إرادية، لا إرادية اللي احنا بنسميها. مثل مثلاً نحن العين، العين في عنا عضلات لا إرادية ولا إرادية. العضلات اللي داخل العين
وعضلات اللي خارج العين. العضلات اللي خارج العين هي بتتأثر، بينما العضلات داخل العين ما بتتأثر لأنه هي عضلات ملساء وليست مخططة. ما رح نفوت كتير بالآلية الطبية المعقدة، المعقدة. نبسط على المشاهدين. نعم. ولكن شكرا للشرح الوافر اللي قدمته ببداية الفقرة. دكتور، ليش بيصير خلل بأداء الغدة السعطرية لحتى تفرز الأضداد، إن كان IgG وإن كان الأضداد اللي بتقعد مكان الاستيل كولين؟ ليه؟ هلأ السبب الأساسي لهلأ ايديوباثيك نحن بنسميه، أو مجهول مبهم، ما حدا بيعرف. يعني ليش مثلاً هذا المريض انصاب؟ ليش أخته ما انصابت؟ ليش أخوه ما انصاب؟ ما في سبب واضح. المتهم الأساسي هو الآلية الفيروسية مثلاً، بصير في عندي أنا إنتان فيروسي أو خلل صار غير معروف السبب أدى لإفراز هالمناعة. في بعض الأسباب تنذكر هي بعض الأدوية، في الأدوية الانترفيرونات اللي احنا بناخدها لمرضى اللي عندهم مشاكل كبدية، التهاب كبد وبائي أو كذا، بنعطيهم انترفيرون، فهدول من أحد الأسباب اللي قد تسبب وهن عضلي. في بعض الأدوية مثل الديبنسلينات اللي بنعطيها لبعض المرضى مثل داء ويلسون أو شيء، قد تحرض وهن عضلي، ومثل ما قلنا قد يكون السبب غير معروف. فعمل لي هالخلل بإفراز الأضداد. يعني ممكن تكون دكتور حالة خلقية؟ طبعاً قد يكون حالة خلقية أو أحياناً من الأم. يعني نحن بعض الحوامل اللي عندهم وهن عضل وخيم، تشخص وهن عضل وخيم، هدول من ندير بالنا. ليش؟ من ناحية الأطفال عندهم هنا بمرحلة هلأ ولادة، فالأضداد قد تنتقل للجنين. هذا الجنين قد ينصاب بضعف بالعضلات، قد يصير عندي رخاوة أو صعوبة التنفس، فهدول المرضى قد يضطروا ينحطوا بالحواضن أو حتى للمنفسة، يعني بمرحلة مؤقتة لحتى تروح الأضداد. تمام، كنت عم بصفن بحكيك دكتور وقت عم تشرح المرض بحد ذاته، إنه قديش مهم الطبيب يشرح للمريض فعلياً شو صاير معه، لقديه هو رح يرتاح. وقت هو بس حتى لو الحالة خطيرة، بس أنا وقت بشرح له يعني وفسر له كطبيب قديش هو بيكون مرتاح. للأسف مرضانا بيوصلوا لمراحل كتير متأخرة ولسه مو فهمانين من الطبيب لأنه استعجل في كتير مرضى. يعني هو واجب الطبيب يشرح للمريض شو صاير معه، لحتى والمريض لازم نص العلاج أنا بعتبره، لكن لازم يفهم أول شيء مشان يرتاح ومشان يعرف شو وضعه وشو لازم. بالبلاد برا يمكن نحن بنقول إنه لا حرام، بس المريض حتى لو كان مصاب بالكانسر هن بيخبروه لحد حقه، لكن يعني حق المريض يعني يعرف المرض ويعرف شو علاجه ويعرف شو انذاره يعني. تمام، خلينا نحكي شوي دكتور عن آلية تشخيص هالمرض. فعليا دغري بيعرف الطبيب انه هي هي المشكله، هذا وهن عضلي، ولا ممكن لتتطور الحاله ليبين؟ هلا هو صراحة من تشخيصه من الأمراض الصعبة التشخيص. شو الفكرة ليش مو؟ لأنه هو أعراضه عبارة عن تعب قد يكون في بداية المرض، بس عبارة عن صعوبة مثلا نحن قاعدين في صعوبة بالوقوف أو صعود الدرج أو نزول الدرج أو حتى مثلا تمشيط الشعر توصل لمرحلة بهالمراحل. بس قديش مدتها هي؟ هلا قد هي أشهر لسنوات. المريض يشكي بس من تعب عادي ويعتبره أنه هو تعب نتيجة الوهن، عشان هيك بيدخل هون طيف واسع من التشخيص يعني التفريقية، وبيكون داير من طبيب لطبيب، طبيب قلبية لطبيب مفاصل لطبيب عظمية، لحتى يجي لعن طبيب مثلا عصبية ليفكر بهالمرض. يعني حتى أنا بيجيني مرضى أنه دايرين كتير أطباء عم يشكوا من تعب ما له وصفي لأي شيء. يعني إذا الطبيب ما له حاطه بباله هالمرض أحيانا بيروح عليه وما يقدر يتشخصه. تمام. يعني بيغفل عنه كثير من الحالات. نادر، انا شفت كثير من الحالات. هو طبعا هو من الامراض يعني ما له شائعه كثير، تقريبا نسبته بحدود الواحد بالالف لاثنين بالالف، يعني ما هالامراض لازم يحطه الدكتور بعين الاعتبار قدام الطاوله ويشخص بالاستبعاد. نعم ممكن. نعم، حتى يجي احيانا في حالات بيجي على الاسعاف مرض انهاك او تعب، فنحن بنقول له للمقيمين يعني المقيمين العصبيه بالمشفى وكذا، اي مريض بيجيك باعراض تعب غير مفسر يعني حط ببالك الوهن العضلي. نعم. طيب دكتور، في شيء انت وعم تحكي ما بعرف ليش رجعني للبوتوكس، انه هو كمان بيشتغل على المشابك العصبيه العضليه بشل العضله، ما بعرف اذا شيء مقارب من هذا الموضوع. كيف بدنا ندبر المريض اذا فعلا شخصنا وهن عضلي؟ نحن بنعطي اضداد للاضداد بنعطي شو؟ هلا هو نقل الاستيلكولين، لما يوصل على المشبك في انزيمات بتخرب الاستيلكولين، بعد هذا الشيء أداء طبيعي مهامته. بعد اداء مهامته او حتى قبل، اذا لقى النسبه عاليه تجي الاستيل بنسميه نحن اسيتيلكولين استيراز، هذا اللي مخرب للاستيلكولين.
طيب نحن العلماء شو لقوا؟ نلاقي طريقة، يا منا نخفف هالمناعة بالعلاج، يا منا نخفف هالمناعة، يا منا نخفف هالمخربات للأستيلكولين. هذا العلاج تبعنا الأساسي. الأسهل وإذا كانت الأعراض خفيفة إنه المخرب للأستيلكولين منا نوقفه، منا نصبته. هو العلاج الأشياء الموجود عنا هو بنسميه المستينون، دواء بايريدوستيجمين، هذا اللي بنعطيه نحن منصبته، وبالتالي منزيد مستوى الأستيلكولين ضمن المشبك، وبالتالي وصوله للمستقبلات بشكل جيد. هلا هذا غالبا مدى الحياة. يا لحتى نلاقي علاج الثاني اللي هو العلاج اللي بفضل المريض، نحن المريض ما بيحب مريضنا بشكل عام انه علاج مدى الحياة، ما بي خلص اخذت الحبتين وطبت تماما. فنحن بدنا علاج شافي لهالمشكلة. من العلاج الشافي اللي بنعطيه نحن عادة هو اللي بنقترحه هو سبب المرض. سبب المرض شو هو اللي مقترح الأساسي؟ هو الغدة الزعترية التيموس. فنحن استئصال الغدة هو العلاج الشافي الوحيد اللي موجود بهالحالة، استئصال التيموس بشكل كامل جراحيا مثل العمليات. طب ما بتعمل هي مشرفة مو بس على هالقصة، مشرفة على كذا قصة ثانية. تماما بالنهاية. بس انت لما يكون عندك الضرر اكبر من الفائدة لا، فمن يعني تقدير الطبيب. تمام، يعني مثل ما ذكر دكتور بداية الفقرة بنرجع بنعيد ان شاء الله يا رب ما بينصاب اي حدا بهذا المرض. الواحد بالالف يصيروا صفر بالمليون إن شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب. اكيد حابين هيك من حضرتك توجه كلمة لكل الاشخاص المصابين بالوهن العضلي، شو بتنصحهم يعملوا؟ هلا بنصحهم بشكل اساسي يلتزموا بعلاجهم، العلاج الالتزام بالعلاج هو الاساس، هي اول شغله. الشغله الثانيه المهمه انه طبعا نحن بنذكرهم لحتى يعني هي مثل الاليه، انه الابتعاد عن الاجواء الحاره، ودائما بننصحهم سواء بالاكل او بالشرب بالتناول الاطعمه البارده تحت التكييف تماما، بيحرق الاعصاب حرق تماما. فهي بتعزز الاستيلكولين يعني عند مرضى هدول المرضى بالذات، وبالتالي هدول المرضى بيرتاحوا بالجو البارد اكثر من الجو الحار. الشغله الثانيه العلاج مثل ما حكينا هو النهايه هو الجراحي بشكل اساسي، وما في شيء ثاني ان شاء الله. الدكتور قد لا يكون استئصاله كله، قد يكون ورم فيه صح؟ قد يكون بعض الحالات طبعا ورم، بس لا، العلاج هو الاستئصال الكامل كامل. ابدا كامل. حتى نحن بيستغربوا انه النسيج الشحمي اللي محيط كله بنستئصله، متهم تجريب. بإحداثه للضغط. تمام. طبعا هو هذا العلاج الشافي الوحيد. أما بقية العلاجات نحن نعرف بما أنه مرض مناعي دائما لما نذكر نقترن بين المناعي مع الكورتيزون. فنحن نعطي بالحالات الباكرة كورتيزون، نعطي إميونونات، أحيانا نعمل شيء اسمه غسيل دم أو فصادة بالمراحل هي كانت حالة شديدة أو إسعاف. إن شاء الله ما حدا بيضطر يوصل لهالمرحلة. شكرا لك معنا دكتور، يسعد صباحك. الله يسلمكم. صباح النور يا أهلا وسهلا. الله يسلمكم. يا أهلا وسهلا.